خلينا اكلمك استاذ محمود فؤاد، هل تتوقع ان حدثت عمليات تهريب لدواء السوفالدي الى مصر، تهريب الدواء او ادويه مشابهه؟ في بعض الاحيان احنا نشرنا صوره، المركز نشر صوره لاحد الادويه الهنديه وطلبنا موجود في الاعداد، وطلبنا ان السلطات تطلع بسرعه وتقول بيان رسمي، واحنا طلعنا قلنا للناس ما تستخدموش اي دواء لان ده دواء مهرب. الفعاليه اللي فيه ما حدش لغايه دلوقتي تاكد منها. لا هو في النهايه لم يمر عبر البوابات الرسميه، هو مهرب، هو مهرب يفضل ان هو دواء مهرب مجرم بقوه القانون. وقلنا للناس ان احتمال يكون يتعمل في مصر ودواء مزيف، والناس مستغله الموضوع والحاله الارتباك اللي احنا موجودين فيها، وحاله عدم وجود شفافيه، عدم وجود بيانات حقيقيه بتطلع بشكل يومي. لما بنتكلم يعني حضرتك بتقول 12 مليون يعني مهمين جدا بالنسبه لي، ان احنا نطلع كل يوم نقول لهم في كذا، في دواء النهارده كذا، مسؤول يطلع في الصحه عند استاذ محمد عنده برنامج متشاف جامد، يقوم يطلع يقول في النهارده نزل في الاسواق المصريه كذا، ووصل في بعض مراكز الكبد الخاصه، متاسف جدا دكتور محمد لكن ده حقيقي، في بعض مراكز الكبد الخاصه موجود في في القاهره هنا بيتباع قطاع خاص، بيتباع بمبالغ ادويه بتيجي مهربه من الخارج، بتيجي مهربه وبتباع وبتباع، وانا كمريض اروح اكشف يجي يقول لي سيبك من السوفالدي خد الدواء ده زي الفل. ممكن الكلام ده يحصل. طب فين هنا؟ انا عارف هي دي العلبه، دي شكل العلبه المقلده، ايوه ده سوفوتاش، سوفوتاش، أيوة. سوفوتاش ده الدواء اللي احنا بنقول عليه مزور، الناس ما تشتروهوش. ارجو من الساده المشاهدين يعني يخلوا بالهم من هذه زائد يا استاذ محمد، الدواء ده دواء مزور مهرب من الخارج، لم يتم اعتماده من وزاره الصحه ولا تحليله ولا تحليله بالظبط كده، زائد ان ولا ليه فاعليه، زائد ان احنا عايزين نقول ان الدواء ما بيتباعش جوه عيادات، انا اسف جدا، الدواء بيتباع جوه صيدليه، صيدليات بالظبط كده، من دكاتره صيادله، ما بيتباعش جوه عيادات اللي هي الموضه اللي منتشره اليومين دول، ولا مراكز خاصه. دي نفس القصه برضو، دي مجال كبير جدا جدا ممكن نتكلم فيها، ده قصه فساد متعدده الارقام. الادويه بتتباع عند دكاتره دلوقتي في عياداتهم، انا معك في ده. طيب فين دور هنا وزاره الصحه؟ ده دور اساسي يعني، هو يمكن استاذ محمد طرح مشكله، استاذ محمود طرح مشكله كبيره جدا، وهي مساله التعامل مع الادويه وبيع الادويه في غير الصيدليات. طبعا القانون بيجرم والموضوع ده تسمح لي ثواني بس استاذ محمود، دكتور محمد انا عايز بس اشير ان كابتن صيدله عامله حمله مهمه جدا اليومين دول بترصد اسماء هذه المراكز لانها بتشكل خطوره على حياه المواطنين فعلا. نعم، بالنسبه للسوفتاج تسمح لي، هو طبعا غير معلوم جهه التصنيع، هو جاي مهرب من الخارج ومن دوله خليجيه، والفكره زي ما حضرتك تفضلت هو يعتبر اي دواء مغشوش نتيجة ان هو لم يمر بالقنوات الشرعية والتسجيل، مش واخد رقم تشغيله في الادارة المركزية للصيدلة، فاي عقار ده حتى لو انا بثق في الطبيب بتاعي واداني عقار ومش مكتوب رقم التشغيله بتاعت الادارة المركزية فلا استخدمه، وبرجو بهيب بالزملاء وبالمرضى عدم التعامل مع ده، وانا متوقع شخصيا مش ده بس، لا هيجي ادوية كتير مغشوشة.